كل القنوات الحياتية قررت تمنح مشتركيها رحلتين إلى نهائيات كأس العالم. ألف مبروك وإن شاء الله ديما موفق إن شاء الله. وأربع رحلات مدفوعة الأجر وحضور نهائي كأس القارات. محمد بوجدرة من الجزائر. محمد علي همام من المغرب. كمان رح يروح على كأس القارات. سلطان سعد الغامدي من السعودية. شكرا لكم وشكرا لعاطل ARC. ألف مبروك فزت مع ARC برحلة الأحلام إلى جنوب إفريقيا. لحق بيز. مبروك للفائزين بجوائز السحب الثاني من مسابقة ARC لكأس القارات. رحلة مدفوعة التكاليف إلى كأس القارات، رحلة مدفوعة التكاليف إلى كأس العالم، اشتراك سنوي مع ARC.